السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، جماهير ليستر سيتي تطالب إدارة الفريق بالتعاقد مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز مجددا. إذا أعزائي المشاهدين قبل مواصلة هذا الفيديو أتمنى تضغطوا لايك تجعلنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد. طبعا كشف موقع إخباري لنادي ليستر سيتي عن نتائج استفتاء قام بها جماهير الفريق، وطبعا للمعلومة أعزائي المشاهدين أضيفها في هذا الفيديو. طبعا فريق وطبعا نادي ليستر سيتي لديه يعني موقع خاص به للأخذ بآراء مناصري ليستر سيتي بعين الاعتبار، وطبعا جماهير نادي ليستر سيتي لديها دور في جلب لاعبين وإخراج لاعبين من هذا الفريق. وطبعا وضع الاستفتاء قائمة تضم 5 لاعبين في مركز الجناح الأيسر التي تريد جماهير ليستر سيتي واحد منهم فقط، حيث شهدت القائمة تواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي غادر ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي بصفقة تاريخية واعتبرت أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي. وطبعا اعزائي المشاهدين تصدر النجم الدولي الجزائري رياض محرز ومحبوب الجزائريين ومحبوب ايضا نادي ليستر سيتي وجماهير ليستر سيتي الترتيب بفارق كبير عن اللاعبين الاخرين المعنيين بالتصويت، حيث كان التصويت كالتالي. طبعا اعزائي المشاهدين ساضع لكم الدليل على هذا يعني التصويت هنا على هذا الجانب. وطبعا اعزائي المشاهدين كما تشاهدون رياض محرز اخذ اعلى علامه في هذا الاستفتاء وفي هذا التصويت، حيث اخذ 73%، وخاصه اعزائي المشاهدين تفوق على جميع اللاعبين التي ارادت اداره ليستر سيتي التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي القادم. وكانت إدارة ليستر سيتي قد تعاقدت في الصيف الماضي مع الجزائري رشيد غزال ليكون خليفة محرز في ليستر سيتي، لكن اللاعب أولمبيك ليون وموناكو السابق لم ينجح في فرض نفسه في تشكيلة ليستر سيتي. وهذا أعزائي المشاهدين كما قلت لكم أيضا في هذا الموقع أراد جماهير ليستر سيتي أن يرحلوا هذا اللاعب وأعزائي المشاهدين لينتقل إلى نادي آخر. طبعا اعزائي المشاهدين هذا اللاعب يبقى ذكرى في تاريخ ليستر سيتي، والذي اعزائي المشاهدين اخذ جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي مع ليستر سيتي سنه 2016، الا وهو النجم الدولي الجزائري رياض محرز محبوب جماهير ليستر سيتي. اعزائي المشاهدين ما رايكم حول هذا الموضوع؟ وهل اعزائي المشاهدين رياض محرز سيقبل هذه الدعوه، خاصه وانه يعيش ظروفا جد صعبه مع نادي مانشستر سيتي؟ اعزائي المشاهدين هذا مفروغ منه. وطبعا بالإضافة أعزائي المشاهدين كان رياض محرز كالملك في نادي ليستر سيتي وأصبح كسجين الدكة في نادي مانشستر سيتي. طبعا أعزائي المشاهدين كرأي شخصي مني صراحة أتمنى أن يعود إلى نادي ليستر سيتي، وطبعا هذه فرصة لا تعوض أبدا. وإذا لم يقبل بالعودة إلى هذا الفريق، وطبعا كما قال بعض الصحافة عندما كان في ليستر سيتي قال أن طموحه أكبر من ليستر سيتي، طبعا فليذهب إلى يعني نادي آخر ولا يبقى مع الأصلع بيب غوارديولا العنصري الذي بات يهمش بعض اللاعبين. أعزائي المشاهدين ما لديه تعليق، ما لديه رأي، ما لديه تفسير، يأتي إلى صندوق التعليقات ويعلق بما يشاء، فمجال التعليقات مفتوح للجميع. وهنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا لايك تشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد في المستقبل القريب إن شاء الله، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.